في سوران نظمت ندوة تحت عنوان لغة الأم بين الأدب والاهتمام الدولي. في يوم اللغة الكردية نحن سعداء جدا في هذا السمينار الذي أقامه إنستيتوت بيتول بمناسبة يوم اللغة الكردية. كان هناك عدة نشاطات، منها إلقاء شعر من قبل أحد أشعراء الشباب، وسمينار ألقته الدكتورة بروفيسور دكتورة بخشان حمل صابر. بصراحة يعني مهما عملنا في مثل هذا اليوم ربما نكون مقصرين أمام ما تحتاجه اللغة الكردية من اهتمام، كون اللغة الكردية أو اللغة بشكل عام لأي أمة تعتبر من أهم وسيلة من وسائل الاتصال أو حلقة مهمة لإيصال معاناة هذا الشعب وتعريف بهذا الشعب لكافة الشعوب والأمم الأخرى. ونحن ككرد ونتيجة لما نعانيه من معاناة ومآسي طوال الفترة التي مرينا بها، من الضروري أن نحاول أن نهوض بلغتنا كي نستطيع بالتالي إيصال رسالتنا إلى بقية دول العالم، رسالة كأننا بأننا شعب يحب الحياة، يحب السلام، شعب له تاريخ وله حضارة، في يعني بين حالنا كحال بقية الشعوب. في اليوم العالمي للغة الأم نرى أن اللغة الكردية لم ترعى ذلك الاهتمام، وبما أننا نحن من القومية الكردية نرى أنها لم ترعى الاهتمام في المحافل الدولية، سواء كانت في المواثيق والمعاهدات الدولية أو في النزاعات الدولية، لا نرى ذلك الاهتمام. والذي يجب، بما أننا نحن من هذه القومية، يجب علينا نحن أن نركز على هذا الاهتمام، وخاصة في مجال التربية والتعليم نبدأ بالاهتمام بلغتنا هي اللغة الكردية. نرى أن التوجه الآن أصبح إلى اللغة الإنجليزية في من رياض الأطفال إلى أن الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، وهذا شيء خطأ. يجب نحن أن أولا نحن كقومية كردية نهتم بلغتنا كي تهتم بها المحافل الدولية والشعوب الأخرى.